قضية الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر أمس أسدل عنها الستار بعد شهور من التقاضي، القضية اللي تابعها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على صفحات الجرائد وفي القنوات التلفزيونية بسبب هذا الفيديو. الفيديو اللي نشره محمد رمضان من داخل طائرة خاصة كان بيقودها الطائر أو الطيار أشرف أبو اليسر، كان في طريقه من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، لكن محمد رمضان وفي مخالفة لكل قوانين السلامة والطيران قاد الطائرة بهذه الطريقة ونشر الفيديو على حسابه على إنستجرام وهو بيقول أنا نمبر 1 وبسوق الطيارة. الطيار اللي جنبه كمان كان بيقول محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة. قرارات قوية من وزارة الطيران المدني وصلت إلى إيقاف هذا الطيار أشرف أبو اليسر وسحب رخصته، رخصة الطيران مدى الحياة، عشان يرفع قضية على محمد رمضان اللي تنصل من المسؤولية وقال ماليش دعوة أنا ما عملتش حاجة. أمس قرار من المحكمة الاقتصادية بتغريم محمد رمضان أو إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه للطيار بسبب فيديو الطائرة، طبعا قرار مستحق وحق رجع لأصحابه. فرحة على مواقع التواصل الاجتماعي برجوع هذا الحق بعدما تسبب محمد رمضان بنرجسيته وحبه للشهرة والظهور فقطع عيش الطيار مدى الحياة وأيضا مساعد الطيار اللي سحبت الرخصة بتاعته لمدة 2 سنين. أما أول رد من محمد رمضان فنشر فيديو على حسابه على إنستجرام وهو نايم أو عايم في حمام سباحة بالشكل ده، عمال بيرمي دولارات وكأنه بيقول للمشاهدين وللطيار أشرف أبو اليسر والمحكمة والقانون والمصريين أنا فلوسي كتيرة وما بعبرش حد. الفيديو من حساب محمد رمضان على إنستجرام، طبعا غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فعل محمد رمضان وبسبب تكبره على الشعب المصري. البعض تداول هذه الصورة لمحمد رمضان في بداية حياته لما كان فقير وكان مش لاقي وكان بيلبس جلابية، لكن النهاردة محمد رمضان بيرمي الدولارات اللي كسبها طبعا بسبب أعماله الهابطة اللي ساعد أو اللي ساعدت الأنظمة خلال السنوات اللي فاتت، الأنظمة العسكرية بطبيعة الحال، في شهرة محمد رمضان. من هذه التغريدات ما كتبته رهف، كتبت وقالت محمد رمضان نحن من يصنع غرور الآخرين لأننا أعطينا قيمة لمن لا قيمة له. أما أحمد بيقول تعال أحكي لك قصة جربوع محدث نعمة لقى نفسه مرة واحدة نجم ومعاه فلوس. عماد بيقول فيديوهات الدولارات بتاعة محمد رمضان لازم يتم التحقيق معاه فيها، لو كانت حقيقة من أين لك هذا الكم من النقد الأجنبي؟ ولو كانت غير حقيقية بتعمل إيه كمية العملة المزيفة في منزلك؟ دي بعض من التغريدات الناقضة والغاضبة من ما قام به محمد رمضان من رمي بعض الفلوس أو الدولارات في المياه. أيضا المشرف على الفتوى في الأزهر عباس شومان كتب وقال نستنكر فيديو الممثل المثير للجدل وهو يلقي دولارات في الماء وهو أمر مخالف لأحكام الإسلام لما فيه من امتهان النعمة ويدخل في دائرية السفه وفيه استفزاز لمشاعر الفقراء الذين لا يمتلكون قوت يومهم. ده كان تعليق الأزهر الشريف على فيديو محمد رمضان. بعد هذه الضجة وبعد حملة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي كان أول فيديو وأول رد من الطيار أشرف أبو اليسر من داخل المستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية أو تفاقم حالته خلال الشهور الماضية بسبب الظلم اللي تعرض له. خلينا كده نسمع قال ايه اشرف ابو اليسر تعليقا على رمي محمد رمضان للدولارات، نتابع. تعليقي ان في ناس كتير قوي محتاجه الفلوس دي، في ناس كتير تعبانه محتاجه الفلوس دي، يا ريت يقدر يوجهها صح عشان يبقى يا رب كله خير، انما يا ريت يوجهها صح يا ريت. ناس كتير قوي محتاجة الفلوس دي، لكن نمبر 1 البرنس الأسطورة اللي بتتبعت له الطيارة الخاصة من بعض الدول العربية واللي بيحصل على الإقامة الذهبية وبيجي له موبايل ذهبي وبيتم استقباله في القصور والفلل وأفخم الأماكن في بعض الدول العربية حتى في بلدنا، وبيطلع
في القناة الأولى والتلفزيون الرسمي عشان يهاجم الطيار ده. محمد رمضان معاه فلوس وبيرميها على الأرض. محمد رمضان أيضا استمر وتمادى في استفزاز الجمهور بعد الغضب من الفيديو الأول، ونشر فيديو تاني لكن المرة دي أبشع من الفيديو الأولاني، بيأكل الدولارات على زعمه للكلب بتاعه. نتابع هذا الفيديو. يعني زي ما انتم شايفين الدولارات ماسكها في ايده وبعد كده بيرميها قدام الكلب بالشكل ده. وما زال محمد رمضان ومطالبات، هذه المرة بمعاقبة ومحاكمة محمد رمضان بسبب استفزاز مشاعر الجماهير. لكن أمس خرج أحد المختصين في المجال المصرفي وقال أن دولارات الحمام، حمام السباحة بتاعت محمد رمضان، غير حقيقية وتستخدم في التمثيل. إذا كانت غير حقيقية فلماذا يحتفظ محمد رمضان بكل هذا القدر من الدولارات المزيفة في بيته؟ ولماذا أيضا يتعمد محمد رمضان استفزاز المصريين كل فترة؟ أما إذا كانت حقيقية فمن يحاسب محمد رمضان؟ ومن يقول أو يسأل محمد رمضان من أين لك هذا وكيف تنفق هذه الأموال أو تبددها أمام الكاميرات وتستفز مشاعر البسطاء؟ فاصل كمان.